الشعوب أعتقد فيها خير، معظم الشعوب فيها خير، لكن القادة بلا في القادة هو المشاكل تجي من القادة طالما كده اتبعوا شيء منها. الشعوب في خير في الجملة، وربنا سبحانه وتعالى أوجد التشريع هذا لمصلحة البشر، يعني مصلحتهم في دنياهم وآخرتهم. هم مسؤولين عن ونصر شريعة والتمسك بتشريع الإسلامي يعني.